شكرا للزميل محمد سعد ومشكور لضيفك الكرام. اذا حارس المرمى الشاب في الاختبار الاول تلعب جول، ركلة الترجيح الاولى تاتي بالهدف الاول بالنسبه لريال مدريد خيميس رودريغيز. اذا وحارس المرمى صاحب 16 سنه دوناروما كان في الاختبار ولم ينجح فيه، لكن على الاقل بالنسبه له اكيد اللعب امام ريال مدريد وان كانت وديه وركلات ترجيح واسماء كبيره اكيد لها اكيد معنى اخر، لها الكثير من المعطيات بالنسبه له. اذا ركله ترجيح الاولى مع نايجل ديونغ في تنفيذها، وكاسيا يستعد وديونغ ينفذ ركله الترجيح جول يسجل ديونغ. اذا ركله الترجيح، اذا عندنا خمس ركلات ترجيح، ظلت الامور على ما هي عليه، تنتقل بوقع ركله بركله. وطبعا مباراه حاسمه اكيد لانها اخر مباراه وهم متعادلين بالنقاط، والفايز اليوم بيرفع الكاس. واذكر فقط ان ريال مدريد اخذ الكاس اللي كانت في استراليا، والان الدور على الصين. مارسيلو اذا مع ركله الترجيح الثانيه، ودانوروما يستعد. مارسيلو جول في الجهة اليمنى على يمين الحارس، الحارس انتقل الجهة اليسرى والكرة على اليمين. طبعا اذكر ان الحارس 1.96 متر، دخل بديل عن دييغو لوبيز. شهد من جديد مارسيلو في اللقطة الماضية. طبعا الحارس كاسيا مع ركلة أو يستعد وركلة الترجيح الثانية بالنسبة للميلان حاليا لمتهن الآن في التنفيذ، وتلعب جول. هي جول لكن في مكان صعب من ماتري اللي متهن، لأن بعد دخول الملعب على طول صف الحكم نهاية المباراة في سقف المرمى وضعها. صعبة الزاوية جدا بالنسبة للاعب ماتري. على العموم ركلة الترجيح الثالثة بالنسبة لريال مدريد، وركلة الترجيح تلعب بشكل سريع، والجماهير الصينية جماهير الميلان متواجدة. ركلة الترجيح إذا مع كاسميرو تلعب جول. كاسميرو يسجل إذا الهدف الثالث. اللاعب الذي صمد ولم يتم استبداله في شوطي المباراة في نفس الزاوية كذلك على يمين الحارس. كاسيا إذن صاحب 28 سنة، 1.91 متر، 5 سنتي الفرق في الطول ما بينه وما بين دوناروما، لكن فرق كبير بالعمر. كاسيا أكبر 28، روما 16 سنة. إذا ركلة الترجيح الثالثة بالنسبة للميلان في انتظار تنفيذها، تلعب إلى خارج الملعب. ضاعت الكرة الماضية، ومن يصدق ان الكولومبي الجديد كارلوس باكا هو من اضاعها. لم يتصدى لها الحارس، لم تصطدم في العارضة، لا هي الى خارج الملعب، هي لركلة مش ركلة مرمى حتى، هي الى خارج الملعب اعتبار نلعب في ركلة ترجيح. اذا ركلة ترجيح مع سيرجيو راموس، فرصة للضغط على الميلان، تلعب جول. جول اذا ليأتي لمدريد. ميلان عليهم ان يسجلوا الان. لم يتصدى حتى الان صاحب 16 سنة الياباني، على ما يبدو هو من سينفذ ركلة الترجيح، وعليه ان يسجل لان لو ما سجل خلاص. كاسيكي هاندا ايضا في تنفيذ ركله الترجيح حاليا، تلعب جول.
سجل في النهاية. الآن الفرصة باتت متاحة للريال مدريد بالتسجيل. لو ضاعت بيتعادلون، لو جاءت تنتهي الأمور. ركلة الترجيح الأخيرة بالنسبة لريال مدريد والابتسامة من رونالدو. بطولة أخرى قد تكون بالنسبة لريال مدريد. توني كروس إذن يستعد. اللحظة الفارقة، صاحب الـ16 سنة يجعل الميلان يستأنف المباراة. إذن ضاعت ركلة الترجيح الأخيرة بالنسبة للميلان. إن ضاعت خلاص، وإن جاءت سنستأنف بواقع ركلة بركلة. أضاع إذن توني كروس ولويس أدريانو في التنفيذ حاليا. أدريانو يستعد وينفذها. جول! لم يخطئ الهدف، لم يخطئ الهدف. نستأنف إذن ركلة بركلة. شاهد من جديد الفرصة والكرة التي ضاعت بالنسبة للميلان. لم يتصدها الحارس لكن تحولت لخارج الملعب. الأمور الآن باتت في حين إن بالنسبة للميلان. لا، دوناروما تصدى لكرة كروس. داني كارفاخال إذن مع ركلة الترجيح بالنسبة لريال مدريد. تلعب جول! جول! إذن يأتي حارس المرمى، مد إيده لكن الطول كذلك لعب دور. شاهد، لكن الكرة حتى لو تصدى لها أعتقد قوية، أعتقد الكرة قوية وكان ممكن يتغير اتجاهها مثلا، لكن أطراف الأصابع بتتحول لزاوية معينة في الشباك، لكن كانت صعبة حتى على حارس المرمى. ركلة الترجيح بالنسبة للميلان. مونتريفيو نفذها الكرة إلى الشباك كذلك. مونتريفيو إذن يسجل للميلان. شاهد ركلة الترجيح التي نفذها على يمين كذلك الحارس. والتعادل يبقى، كل فريق أضاع ركلة ترجيح واحدة. ناتشو إذن البديل كذلك الذي دخل في الشوط الثاني هو من سينفذ ركلة الترجيح حاليا. ناتشو يستعد وينفذها. جول! جول إذن لصالح ريال مدريد. ناتشو إذن يسجل. شاهد من جديد اللقطة الماضية. ركلة الترجيح إذن بالنسبة للميلان هي السابعة حاليا. زاباتا إذن هو من سينفذ ركلة الترجيح. جماهير الميلان 6-5 إذن، والقيادة مع فريق ريال مدريد. حتى الآن زاباتا راح بعيد. زاباتا ينفذها حاليا. جول! جول يأتي من زاباتا. ارتماءة كاسية أعتقد صحيحة 100%، لكن الكرة قوية. شاهد من جديد زاباتا عندما نفذها، والكرة كانت قوية ومرت. ركلة الترجيح إذن مع ريال مدريد. تشيرشيف الروسي الذي دخل بديلا كذلك ينفذها حاليا. جول! جول يأتي لريال مدريد. الأمور ستستمر حتى يضيع أحد اللاعبين الكرة ويسجل الآخر. مثلا الآن يضيع لاعب الميلان، تنتهي
كل فريق ضاع مرة واحدة فقط. هوزي ماوري إذا مع ركلة ترجيح، والله التأخير يخوف. ركلة الترجيح إذا مع ماوري، تلعب جول، سجل إذا هوزي ماوري اللاعب الذي ولد في الأرجنتين، صاحب 19 سنة، لعب بارما، لعب الميلان. شكل الحارس الآن بينفذ، لا والله مش الحارس، بس بتكون لقطة جميلة بنشاهد صاحب 16 سنة لو بينفذ ركلة الترجيح مثلا. إيسكو إذا أعتقد هو من سينفذ ركلة الترجيح، نعم ركلة الترجيح مع إيسكو، تلعب جول، جول إذا من إيسكو. الأمور إذا تستمر وستستمر كذلك في حالة لم يضيع أحد اللاعبين الكرة، ولم يصب الشباك من الداخل. ها ركلة الترجيح إذا مع الميلان حاليا، الجماهير الصينية إذا هنا في ملعب المباراة. ديفيد كابريا إذا في التنفيذ، كابريا إذا يستعد 18 سنة، ينفذ الكرة، والكرة إلى الشباك، والابتسامة تأتي ويشق الحلج، الضحكة في النهاية أتت قبلها، ما راح يضحك قبل ينفذ الركلة، ما راح يضحك، سجل، انبسط انبسط يا عم افرح. ركلة الترجيح إذا بالنسبة لريال مدريد كذلك. هيسي إذا هو من سينفذها حاليا، هيسي ينطلق ويسددها إلى الشباك، بكل دم بارد، بكل هدوء، بكل أريحية، ما عنده شيء يخسره، نفذها وسجل. شاهد من جديد على يسار الحارس بالخبرة، بالخبرة. هل كاسيا مثلا بيتصدى لهذه الكرة ولا إلى خارج الملعب أم إلى الشباك؟ باليتا إذا هو الذي سينفذ ركلة الترجيح الحالية بالنسبة للميلان. 9-8 حاليا النتيجة، والتقدم بنصيب ريال مدريد، تلعب والكرة إلى الشباك. باليتا إذا يسجل وتستمر الأمور إذا. كل فريق ضاع مرة وكل فريق سجل 9، والمباراة في وقتها الأصلي للشوطين انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف. كاسيا إذن هو من سينفذ، حارس أمام حارس، كاسيا ينفذها وجول، والله كانت قريبة أعتقد من دوناروما. في هذه البطولة شاهدنا حراس المرمى يسجلون، شاهدنا كورتوا، شاهدنا كذلك جوهارت، والآن صاحب 16 سنة دوناروما في التنفيذ. كاسيا إذا يهدي الفوز ويتصدى للكرة الماضية، إذا صاحب 16 سنة أضاع الفرصة لمواصلة الأمور، وكاسيا نجح في النهاية من التصدي للكرة. بالمناسبة دوناروما كان قريبا من التصدي لكرة كاسيا، ولكن في النهاية نجح كاسيا من التصدي لكرة دوناروما. إذا ريال مدريد يحقق البطولة في استراليا ويحقق اليوم في الصين. إذا أعود بالصوت والصورة إلى زميلي محمد سعدون الكواري، ومراسم التتويج طبعا ستكون بعد ذلك. زميلي محمد الكلمة لك.